حلقة يوم الأربع الماضي من أسبوع قلنا أن موضوع محاولة الاغتيال ممكن يكون هدفه الاستخدام السياسي وأنها ممكن ما تبقاش حقيقية. ممكن الرئاسة التونسية أكدت على أن في محاولة للاغتيال ونشرت بيان وقلنا لكم أن توضح ما قالت تلقت الطرد وتحدثت عن تفاصيل الطرد المسموم. الصحف والمواقع المدعومة إماراتياً ابتدت تتحدث على ان حزب النهضة وراء محاولة الاغتيال ده مبدئيا كله يغني على الاله. يعني طرود سمى قيس سعيد في مرمى اغتيالات الاخوان العين الاخبارية لا مؤاخذة العين العبرية سجل الاغتيالات الارهابية حقيقة تورط الاخوان في محاولة تسميم قيس سعيد الدستور وقال لك هل تورطت حركة النهضة الإخوانية في محاولة اغتيال رئيس تونس بمادة سامة؟ الحادث أعقب تصريحات قيس سعيد ضد الحزب واتهامه بالتسبب في أزمات تونس وإدارته من غرف مغلقة والسلطات تفتح تحقيقا حول الطرد المسموم. من وراء محاولة اغتيال صوت الأمة الرئاسة التونسية أصابع الاتهام تشير إلى حركة النهضة الإخوانية. عرفت الكورال كله طلع يستخدم الحكاية إزاي؟ وقال لك السيسي هاتف قيس سعيد كلمه بالتليفون يعني وحذره من العقول المسمومة وأبصر إيه ها حذف كله كلام على الإيه على حزب النهضة والإخوان. تلقى سعيد رئيس قيس سعيد اتصالا من عبد الفتاح السيسي تضامنه الكامل عمق العلاقات وشكر رئيس الجمهورية فرصة للحديث عن تسميم العقول والأفكار لأن السموم الزعاف هي التي تستهدف الشعوب والدول قبل أن تستهدف الأشخاص والقيادات. مفهوم طبعا الحديث قصدي ايه ده الاداء وده كان الهدف. النيابة العامة التونسية بعد التحقيق قالت مفيش مادة سامة ولا في اي شيء من تلك الاشياء. النيابة العامة التونسية الظرف المشبوه الذي وصل للرئاسة لا يتضمن مواد سامة. ها النيابة العامة قالت ان الظرف المشبوه لا يحتوي على مواد سامة او خطر. وضحت النيابة في بيان ليها أوردته كانت الأنباء أن خلاصة التقرير التي تتضمن الاختبارات الفنية على الظرف تبين عدم احتوائه على أي مواد مشبوهة سامة أو مخدرة أو خطرة أو متفجرة. النهارده الرئيس التونسي الأسبق الدكتور مرصف المرزوقي قال إن الكلام اللي قالته الرئاسة كلام غير علمي كلام لا يمت للعلم بصلة الحكاية عبث. الحقيقة يا جماعة أنا مش عارف هل مديرة مكتب قيس سعيد والرواية اللي قالتها بتاعت فتحت الظرف وأغمى عليها دي هي من ورطت قيس سعيد في تلك القصة ولا حاجة تانية. الواحد بقى يشك في صوابع ايديه في ظل ما يحدث من محاولات تأجيج للفتنة في محاولة للذهاب لانقلاب في تونس من داعمي الانقلابات في الربيع العربي. هل ده السبب ولا مع كل اسف تورط قيس سعيد بذات نفسه في تلك الحكايه ولا انها فرصه التخلص من خصومه. احنا يعني تخوفنا من ده مع اول الاعلان او اول كلام على حكايه الطرد المسموم. من قلبي بتمنى ان يكون الرئيس التونسي غير متورط في تلك الكذبه اطلاقا. ده تمني شخصي لأن هناك من يحاول استغلال تلك المشاهد للانقلاب على الديمقراطية. المشهد ده وتبعاته بيحدث وسط الصراع المحتدم بين قيس سعيد والبرلمان التونسي. قيس سعيد رافض التعديل الوزاري اللي أقره البرلمان ورفض إن هم يحلفوا اليمين أمامه ها؟ اللي هم يعني المشيشي عمل تغييرات وزارية رفضها قيس سعيد. البرلمان أقر التغييرات رفض قيس سعيد إن هم يحلفوا اليمين قصاده. قيس سعيد ظهر في نفس التوقيت تقريبا في شارع الحبيب بورقيبة وسط هتافات من بعض مؤيديه تطالبه بحل البرلمان. Thank you.
سيد الرئيس. شاد سيد الرئيس. سيد الرئيس. سيد الرئيس. سيد الرئيس. على البرلمان. بالقانون يا سيد الرئيس. يونس عندي البرلمان. حل البرلمان. حل البرلمان يا سيد الرئيس. سعيد الشعب معاك. الشعب يريد البرلمان. الشعب يريد البرلمان. الشعب يريد حل البرلمان. دي مش اول مرة. فاكر لما طلعت الجمل دي؟ هوريها لك برضو. من اسبوع تسألت هل دي عفوية ولا مقصودة. الشكوك بقولك بتزيد. النيابة العامة بتؤكد انه مفيش طرد مسموم. الوضع متأزم. قلتلك الرئيس التونسي الاسبق منصف المرزوقي كمان قال ان ده كلام غير علمي. اشعر بالخجل لما اشوف مثلا في يعني لما تشوف هذه قصه الطرد المشبوه كذا شيء يثير الضحك. انا استاذ في الطب 30 سنه لم اسمع في حياتي بانه واحد يفتح الطرد ثم طرده كذا ثم يغمى عليه ويفتقد البصر ويعد البصر. يعني قصه متاع ذر تلعب يعني يعني شيء مثير للضحك. وهذا غير ما لم تصدق يعني لم هذا عبث لم تصدق الروايه حتى رغم البلاغ رئاسة الجمهوريه لم تصدق الروايه. يا سيدي الكريم انا استاذ في الطب اسمح لي اسمح لي في الطب لا يوجد طبيب يستطيع ان يقول لك ان هناك ماده تفتح الطرد ثم تفقد البصر ثم يغمى عليك. يعني كلام لعب ذر. يجب ان تنتهي هذه التمثيليات. الكلام ما كانش بس دكتور المنصف. النيابه العامه تحدثت. انا بس بوريك المشهد يعني ازاي مقلق. انه لا الطرد مش حقيقي زي ما قلت لك. مش عارف مين اللي ورط مين. هل مديرة المكتب؟ هل قس سعيد كان بيحاول يستخدم ده؟ جماعة هاتولي الجزء اللي قلناه ساعتها. حذرت من هذا الجزء تحديدا وقلت معلش يسامحني تسامحني الرئاسة التونسية ان عندنا حقيقة فوبيا لان السيسي استخدم تلك مش السيسي عبد الناصر استخدم تلك محاولة اغتيال المزعومة بتاعت المنشية في سحق مصر وسحق المعارضة وسحق الديمقراطية وسحق الأحزاب وسحق كل حاجة. فقلنا ساعتها ما كانش فيه اي دلائل. قلنا ان عندنا تخوف من ده. المرة التانية بقى الاسبوع اللي فات حصلت برضو همهمات حوالين حوالين قس سعيد حل البرلمان. نزل حبيب بورقيبة حل البرلمان. هشام المشيشي رئيس الوزراء قال ان في ناس بتحاول تضرب مؤسسات الدولة. لأن هناك من يريد التسلل من خارج المؤسسات لضرب المؤسسات وهذا لن نقبل به أبدا. يعني هناك من يريدون التسلل لتوظيف مؤسسة معينة لغايات معينة. لن أقبل أبدا بأن تكون هناك يعني داخل المؤسسات الحيوية في كل مؤسسات الدولة يعني هذه الأطراف التي تريد أن تتسلل كما تتسلل الدودة أو الحشرة إلى الثمرة. لأن ما الثمرة في ذلك الوقت هو السقوط. يعني لابد أن تسير الدولة وفق القانون ولا هناك أي استثناء لتطبيق القانون. يعني لا تدخل فيه التوازنات السياسية ولا يدخل فيه أي اعتبار آخر غير ما هو منصوص عليه في القانون. احنا توا في مسار دستوري فما صلاحيات دستوريه واضحه وانا نعتقد ان المساله ان شاء الله مساله وقت وتم الانكباب خاصه يتم الانكباب الى ما يهم التونسيين. الوضع
الاقتصادي صعيب، الوضع الصحي خاصة صعيب، ما نجموش نقعدوا وزارات، ما نجموش نقعدوا وزارات بلاش الوزراء مازالوا ما تسلموش مهام. دونك إن شاء الله في أقرب الأجال يتم الإجراء اللازم باش كونوا الناس الوزراء يمارسوا، كافة الوزراء اللي نالوا ثقة مجلس نواب الشعب يمارسوا المهام نتاعهم، لأن وضعية البلاد ما تسلم. قال لك دي دستور بيتح لنا المسار، واضح جدا ان احنا من حقنا نعين. قس سعيد مش عاجبه. النهارده قس سعيد ظهر تاني مع رئيس اتحاد الشغل وقال انه رافض التعديل الوزاري. انا مش فاكر دي المره الكام اللي يقول فيها كده. ان كان البعض يعتبر اليمينة الدستورية مجرد اجراء، وان كان حتى المرور على الصراط يوم القيامة يا أيضا يمكن أن يعتبروه مجرد إجراء، وحتى النطق بالشهادتين يمكن أيضا أن يعتبروه مجرد إجراء، يستلهمون بعض الحلول الفقهية وما هم بفقهاء من القانون الإداري وليس من القانون الدستوري. نحن مستعدون لكل الحلول، ولكن لست مستعدا على الأطلاق بأن أتراجع عن المبادئ. أقسمت أمام الله بأن أحترم الدستور، وضعت يدي على المصحف الكريم، ولينظروا في طبيعة اليمين في القرآن وفي الإسلام قبل أن يبحثوا عن الإجراءات المستحيلة التي لا تطبق إلا في القانون الإداري. هو بيقول لك يعني هل بيعتبروا، اعتقد كلامه واضح، هل بيعتبروا انه اليمين الدستوريه دي اجراء شكلي؟ الناس دي ما حلفتش اليمين الدستوريه قدام الرئيس وبداوا يمارسوا اعمالهم، ده اجراء شكلي؟ قال لك بقى ما بكره يعتبروا المرور على الصراط اجراء شكلي والشهاده اجراء شكلي. ده معنى كلامه. لم يتوقف عند هذا الرئيس التونسي، هاجم اعضاء البرلمان اللي وافقوا على تشكيل الحكومه. التواصل والتشاور دائما مستمر مع الصادقين الثابتين الوطنيين الذين لن تغيرهم التوازنات ولا التحالفات أبدا. فمرحبا بك دائما أخا وأمينا عاما لمنظمة وطنية، وما عليهم إلا أن يحترموا تعهداتهم ويحترموا أيضا أيمانهم إن كانوا صادقين. مستعد للحوار في المسائل التي يمكن أن أتحاور فيها، ولكن لست مستعدا للحوار مع من نهبوا الشعب التونسي على مدى عقود. هو بيلمح ليه اسمه واسمين من الوزراء اللي تم تعيينهم، لأنه هو كان قال عليهم تلك الكلمات قبل كده. رئيس البرلمان راشد الغنوشي ورئيس الحزب اللي بيملك الأغلبية دعا في تصريحات ليه ان الدولة تكون نظام برلماني بالكامل. نعيش صعوبات المزج بين النظام البرلماني والنظام الرئاسي، وربما النتيجة التي سنصل إليها، الدرس الذي سنصل إليه، وأن نقيم نظاما برلمانيا كاملا في فصل حقيقي بين السلطات، والسلطة التنفيذية كلها بيد واحدة، هي بيد الحزب الفائز في الانتخابات وهو الذي يقدم رئيسا للوزراء. بمعنى ان هو قال لك يعني هو بيعلق على المشهد اللي موجود، قال لك ما هو ده كده يعني لا برلماني ولا رئاسي، فالرئاسي الدستور بيقول حاجات للبرلماني فالرئاسي يزعل والعكس، فبيقول ان نتاج ده وجهه نظره نتاج هذه التجربه اللي احنا بنعيشها دلوقتي في تونس ان احنا هنذهب لنظام برلماني كامل. تزامن مع ده في نفس الوقت بقى أصابع الإمارات بتلعب. أنا وريتك العناوين في مصر والإمارات. عبير موسي لا تتوقف عن محاولة الفوضى داخل البرلمان وإيقاف جلساته وعمل كل الشقلبازات عشان بص حضرتك راجل ودي ماسكة البتاع، شيء مقزز جدا والله العظيم. دي لقطات من بلطجة كلبة الإمارات داخل البرلمان التونسي.
ممكن حقيقة، مش ممكن كل المشاهد الغير مألوفة مارستها عبير وثلة من أتباعها لا يتجاوزوا أصابع الإيدين. اللهم سلم تونس من كل الشرور وأبقي شعلة الديمقراطية مهما كانت ضعيفة أو وهنة، قائمة قوية مرفوعة في تونس الخضراء. واردد كيد من أراد بتونس شرا، اردد كيده في نحره يا أرحم الراحمين.